ظهرت الأميرة أميرة الطويل بالحجاب في مناسبات عديدة رغم أنها أصلا غير محجبة، وعليكم صورها بالحجاب. طبعا الأميرة أميرة الطويل أميرة سعودية، هي طليقة الوليد ابن طلال، وتزوجت من 5 أيام من خليفة المهيري. وهنشوف الأسرار بتاعت طلاقها من الوليد وإيه اللي قالوا عنها بعد طلاقهم وجوازها من خليفة المهيري، سابع أغنى رجل في الإمارات. جميلة جدا طبعا. أميرة بنت عيدان ابن نايف ابن سحمي الطويل العصيمي العتيبي، مولودة 6 نوفمبر 1983، وهي سيدة أعمال سعودية. دي الأميرة أميرة الطويل، ولدت في مدينة الدوادمي في منطقة الرياض. تزوجت في فترة من الفترات من الوليد ابن طلال، إلا أنها انفصلت عنه في عام 2013. ده الأمير الوليد ابن طلال مع الأميرة أميرة الطويل زوجته. واشتهرت قبل انفصالها بأنها الأميرة السعودية الوحيدة التي ترافق زوجها في جولاته وسفرياته الخارجية، على عكس باقي زوجات الأمراء الآخرين. أنا مع بيل جيتس. وأنا زيارة تانية في بريطانيا. وتعتبر من النساء السعوديات المطالبات بحقوق المرأة السعودية، كما أنها تدير شركة مواهب الشباب. دي صور متفرقة ليها. درست في مدارس رياض نجد الأهلية، وهي خريجة جامعة نيو هيفن الأمريكية، وتحمل شهادة في إدارة الأعمال. أنيقة طبعا، جميلة. كانت آخر زوجات الوليد ابن طلال ابن عبد العزيز آل سعود، تزوجها في عام 2008، وكان مهرها 25 مليون ريال، مبلغ ضخم طبعا. كان زواجا عائليا، وكل من تحب كان موجودا بجانبها. ثم وصفت الأميرة زوجها بأنها أغلى ما تلقيته من زوجها هو قلبه الطيب، فهما شخصا واحدا ويكمل بعضهما البعض. فنحن نشترك في أغلب الصفات إلا صفة واحدة، هو يحب الجو البارد وأنا أحب الجو الحار. وأجابت عن أول هدية تلقتها من الأمير الوليد بن طلال بأنها كانت أثناء خطبتهما، فكان الأمير يمسك بسبحة في يده وكان رأسها على شكل برج المملكة. فضحكت وقلت في نفسي: ألهذه الدرجة يحب المملكة؟ وقلت له: شكلها غريب، فأهداني إياها وإلى الآن أحتفظ بها. ده الأمير الوليد بن طلال. تلاقيها نشرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية خبر وقوع الطلاق بالتراضي بين الأمير السعودي الوليد بن طلال وزوجته أميرة الطويل، لينفصلا عقب زواج دام 5 سنوات. وأشارت الصحيفة إلى أن زوجة الأمير الوليد اتفقت مع زوجها على الانفصال بطريقة ودية والمحافظة على علاقة طيبة بينهما بأواخر شهر نوفمبر 2013. من ناحية أخرى، علق الأمير الوليد بن طلال على انفصاله رسميا عن الأميرة
أمير الطويل مؤكدا على احترامه لها. اختاروها من أجمل النساء السعوديات، لافتا إلى أنها مثلت المرأة السعودية خير تمثيل، وذلك خلال مشاركاتها المتعددة إقليميا ودوليا، معتبرا أنها خير سفيرة للمرأة السعودية. وأوضح الوليد خلال حوار مطول أجرته معه صحيفة عكاظ أنه عندما تزوج أمير الطويل أخبرها بأنه شخصية عامة. ويريدها أن تكون معه في جميع جولاته ورحلاته، كونه يشجع المرأة السعودية، وأنها تفهمت ذلك فكانت ملازمة له في جميع رحلاته، مؤكدا أنها كانت وجها مشرفا للمملكة، وأضاف بأنه يحترم أمير الطويل كثيرا، مشيدا بثقافتها ومشاركاتها الفاعلة، متمنيا لها النجاح، مشيرا إلى أنها اتجهت إلى الأعمال الإنسانية والخيرية، مبديا استعداده لتعميد مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للتعاون معها وتقديم الدعم لها في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية. من ناحية أخرى، شبه الكثيرون الأميرة أميرة الطويل بالنجمة الهندية سونام كابور، فهل برأيكم تشبهها؟ هنشوف صور متفرقة ليهم هما الاتنين، تقدروا تحكموا إذا كانت شبهها ولا لا. طبعا اللي على الشمال أميرة أميرة الطويل، واللي على اليمين نجمة كابور. في شبه طبعا بينهم، هنشوف موضوع جواز الأميرة أميرة الطويل اللي هو تم من 4 أيام ودعوة الفرح. انتشرت دعوة حفل زفاف بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، والسر وراء انتشار هذه الدعوة هي أنها ترجع إلى أمير الطويل طليقة الأمير الوليد بن طلال. دي الدعوة بتاعة زفاف الأمير أمير الطويل طليقة الأمير الوليد بن طلال. وعقد قران أمير الطويل طليقة الأمير وليد بن طلال على الملياردير الإماراتي خليفة ابن بطي المهيري، سابع أغنى رجل في الإمارات، وتقدر ثروته ب1.8 مليار دولار. وأقيم حفل الزفاف بفندق جورج الخامس بفرنسا في 9 سبتمبر 2018، بحسب ما ذكرت صحيفة النهار اللبنانية. وتبلغ أميرة الطويل من العمر 33 عاما، وكانت تزوجت الأمير الوليد بن طلال عام 2008 لتنفصل عنه عام 2013، وكانت ترافق الطويل الوليد بن طلال في جميع المناسبات. خليفة بطي عمير بن يوسف المهيري هو ملياردير إماراتي الجنسية، يشغل حاليا منصب رئيس مجموعة شركات KBBO مقرها في الإمارات العربية المتحدة، وتملك الشركة حزمة استثمارات في مجالات التعليم، الخدمات الصحية، الخدمات المالية، بالإضافة إلى خدمات التجزئة والمطاعم. ده زوج الأميرة أميرة الطويل، سابع أغنى رجل في الإمارات، ملياردير إماراتي. يملك الملياردير الإماراتي الذي وصلت ثروته في مارس الماضي إلى 1.8 مليار دولار حصصا في مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة. بخلاف حصصه في شركة ترافيليكس للصرافة في المملكة المتحدة، وبحسب تصنيف فورس فإن المهيري احتل المركز السابع في دولة الإمارات.
والمركز 1561 عالميا ضمن قائمة أثرياء العالم للعام 2018، حيث بلغ إجمالي ثروته وقت التصنيف 1.5 مليار دولار عن قطاع الاستثمار. الجدير بالذكر أن أمير الطويل كانت الزوجة السابعة للوليد بن طلال والزوجة الرابعة التي انفصلت عنه وديا. ودي دعوة الفرح، خليفة بطي وأميرة الطويل، ألف مبروك.